لما الرئيس استقبلك، الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان برضو في حوار ما بينك وما بينه دار، صح؟ وصورك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي منتشرة قوي عندك وعلى الصفحات. يعني قل لي بقى الحوار اللي دار ما بينك وما بين الرئيس، وقال لك ايه وانت كمان؟ ده شرف كبير لينا كلنا طبعا. اكيد يعني اكيد انا يعني كمان عايز اعرف احساس والده، يعني اكيد شرف كبير. ما كانش على بال حضرتك اكيد ان انت تحصل اللحظه دي. اكيد هو اول ما رجع من بطوله العالم كان كل هدفه رؤيه السيد الرئيس، وانا كنت بداعمه. يعني هقول لحضرتك السر، كان الناس بتكلمني بتقول لي بقى كفايه انتوا عمالين تقولوا، احسن الموضوع يبقى في كل برامج. فيعني بالراحه ان شاء الله هتيجي. الى ان جاءت اللحظه دي طبعا الحمد لله. كانت لحظه يعني احنا قبل هو انا قبليه وهو قبليه كنا احنا فعلا كنا كلمني بقى عن يعني احساسك الست العميد في الاول كده بقى، وبيقولوا لك هتقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ابنك رئيس مهتم بيه ومتابعه، وكمان لحظه لما اتكلم انت كنت بتفكر في ايه الكواليس بتاعه اللحظه دي؟ احنا حضرتك يعني كظباط يعني احنا بنخدم لصالح مصر وفي شرف مصر، واعظم حاجه انك تقابلي رئيس الجمهوريه طبعا السيد رئيس عبد الفتاح السيسي منقذ مصر كلها. فعشان تقابليه، لو انا ما قابلتوش اذا كان هقابله في صوره ابني، فيعني الرساله وصلت حبيبي، مفيش احسن من كده يعني الحمد لله. هو نمشي يوميها ويحكي لحضرتك ان اليوم ده كان ساعه ما بلغته وكانت جت بفجائيه الصوره هي على الهواء يا سياده العميد. كواليس بقى اللحظه دي يا مصطفى. اللحظه دي سياده الرئيس اللي انا كلنا فخورين بيك ومبروك من قبل ما تقابل الرئيس. بقى لحظه بقى عرفت بقى مين يكلمك انت بقى. وانا ماشي على انا ماشي يعني بخبط في بعض يعني ماشي على السجاده الحمراء عقبال ما اوصل سياده الرئيس. مش مصدق يعني اللي قبليه بقول يعني يا بخته ان هو سلم على الرئيس، وانا خايف ان انا اخش يعني من هيبته طبعا، يعني خايف ان انا اخش اسلم على سياده الرئيس. بس لما دخلت قال لنا كلنا يعني احنا فخورين بيكوا والف مبروك، قلت له كلنا معاك يا ريس في الحراك بتعمله وبس. بعد كده مشينا. لا نمت قبلها ولا بعدها؟ لا ما نمتش اليوم ده خالص. ده كان دافع اكيد. طبعا دافع اكيد للي جاي، وان انت خلاص اللي جاي ده بتفكر فيه بشكل تاني خالص طبعا.